السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة فطيرة سهلة جدا من غير بيض، مكوناتها بسيطة جدا، كمان من غير عجن. يعني هنعمل مكونات بسيطة جدا بالهاند بلندر او بالخلاط، والنتيجة بقى ولا اروع من كده. يلا على طول نخش على المطبخ ونبدأ بسم الله ونشوف هنعمل فطيرة الشوفان ازاي. اول حاجة عندي الشوفان هيكون صحيح عادي لاني لسه هطحنه او مطحون. عايزة كوباية، وبما اني النهاردة هستعمل الهاند بلندر في الوصفة فخلينا نطحن الهاند بلندر، نطحن الشوفان في الهاند بلندر بالشكل ده. طبعا الخلاط بيديني احسن وانعم نتيجة، ولكن يعني كسل شوية فخلينا نعمل على طول كده. يبقى عندي كوباية من الشوفان الصحيح وطحنتها، خلينا نحطها في اي حاجة عشان نجيب بقية المكونات. وصفة النهاردة انا مش هستعمل فيها حليب ولكن هستعمل مية، فخلينا نحط كوباية من المية الدافية. عايزين نستبدل المية دي بالحليب مفيش مشكلة. عندي كمان كوباية من الذرة، الذرة الحلوة الصفراء او الذرة البيضة تكون طبعا متفصصة كده. كوباية، يبقى ايه الموضوع بسيط، كوباية شوفان، كوباية مية دافية، كوباية من الذرة، ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون. في مكونات اسهل من كده يعني اظن كده ايه ممكن تكونوا حفظتوها معايا. خلينا نخلط الذرة مع المية وزيت الزيتون كويس علشان كل حاجة تتجانس مع بعض. خلينا نحط معلقة كبيرة من الخميرة او 11 جرام او ظرف من الخميرة الفورية ونقلب كده. مش هحط عسل ولا سكر، انا هكتفي ان الذرة دي حلوة، فلو احنا بنستعمل ذرة بيضة نقدر نحط معلقة عسل معاها مفيش مشاكل. طيب خلينا نحط الشوفان اللي احنا طحناه ونحط الملح طبعا ونقلب. خلصنا كده خلاص كل حاجة. ممكن بقى نزود نكهات زي ما احنا بنحب، ممكن نحط زعتر، ممكن نحط سمسم، ممكن نحط شمر، ينسون، يعني في نكهات كتير قوي بتبقى حلوة معاها. ممكن نحط معاها قطع جبنة كده، انا هحط معاها حبة البركة، مش هحطها لكم في المقادير لان هي اختيارية، ولكن انا بحب طعم حبة البركة في الفطاير زي كده. جبت اي صينية او اي حاجة تكون طبعا لو سيليكون زي كده يكون بيتحمل الحرارة، هحط اختياري من تحت، جبنة موتزاريلا. طبعا دهنت القالب، لازم ندهن القالب، وبعدين هوزع جبنة موتزاريلا حوالي معلقتين، بتدي شكل حلو. لو عايزين نستغنى عنها عشان الوصفة تكون من غير اي منتجات حليب نقدر طبعا. خلينا ننزل الايه الخليط ده، والخليط ده زي ما احنا شفنا في خميرة، معنى كده اللي انا عايزة بس وقت ان هو يخمر. بما ان درجة الحرارة دلوقتي احنا في عز الصيف، يعني احنا او احنا في اول الصيف على فكرة، بس هو يعني ايه ما شاء الله الجو يعني حار جدا، فمش هحتاج كتير وقت علشان تخمر معنا. لو احنا بنتفرج على الفيديو ده في الشتاء مثلا يبقى هنسيبه وقت كافي لحد ما تخمر، ممكن نسيبه ساعة ساعة وربع. اما انا سبته ربع ساعة ولقيته ما شاء الله كده تمام بعد ربع ساعة. بصوا كده. طيب هروح اشغل الفرن على درجة حرارة 180، لازم الفرن يسخن شوية عشان يديني نتيجة معجنات او نتيجة اي حاجة تكون ناجحة ومش مكتومة، عشان برضو الناس اللي بتجرب الوصفات في حاجات بسيطة كده بقولها بس انتوا يعني مش بيتابعوا كل الفيديو. اهم حاجة يروحوا ياخدوا المقادير، مقادير سكرين شوت خدوها لان هي ايه مكتوبة اهي، فعشان بس تبقى معاكوا تبقوا عرفتوا الطريقة بالظبط. طب طبعا بقى بعد ما تبرد نبتدي ايه نقلبها كده على شبك لحد ما تبرد. وصفة سهلة ريحتها حلوة جدا، مناسبة جدا بقى للأجازات والفطور كده او الفطار الصبح يعني مع بعض كده، يعني يعني تكفي عيلة. يعني ايه كوباية الشوفان دي يعني مية مية كده ايه عملت معانا فطيرة جميلة جدا، وده شكلها من جوه. اتمنى ان شاء الله وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ومع السلامة.